الحمد لله. فيصل تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله. حياكم الله. الله لا يهينك، عندي سؤال واحد بس. أول شيء الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأطلب من الله منك إن شاء الله تدعي لأمواتنا وأموات المسلمين الله يرحمهم جميعا. آمين. السؤال الله لا يهينك، توفى أبوي رحمة الله عليه، وإحنا عارفين أن الأضحية تكون للأحياء أكثر من الأموات. إن تشرك بالأحياء الأموات، فجميع أخواني كلهم كلني بيضحي، وما شاء الله تبارك الله إذا ضحينا كلنا حول 8 ذبائح أو 9 ذبائح، فهل يجوز إننا نتقاطع ونتشارك كلنا على أضحيتين أو على 3 أضحيات بس؟ لكن هل تقبل فعلا لو إن كانت جمع مننا، أو لازم يقوم بكل واحد لحاله؟ طيب شكرا شكرا. كل بيت كل بيت يا أخي يشرع لهم الأضحية، ولا يشتركون أصحاب البيوت في أضحية واحدة، كل بيت يضحون عن أهل بيتهم، هكذا السنة. وإذا أشركتم والدكم في أضاحيكم أو ضحيتم له أضحية مستقلة، وكل ذلك حسن. والأضحية مشروعة عن الحي وعن الميت، لأنها عبادة وفيها أجر عظيم وفيها صدقة تنفع الميت بإذن الله. نعم.